السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذة ليلى لتدريس اللغة الإنجليزية في برنامج البكالوريا لامتحانات 2020، ودرس اليوم حول prefixes and suffixes. I hope you are going to follow with me and understand, and it would be very easy for you to follow and understand every single prefix and suffix. سوف نشرح الدرس بشكل مبسط باللغة العربية حسب طلب العديد من المترشحين. درس اليوم هو حول prefixes and suffixes. سوف نبدأ كما ترون في الصفحة بالprefixes, their meaning with examples, يعني معانيهم وأمثلة مع إعطاء أمثلة مناسبة لكلمات يعني نستعمل فيها prefixes. إذن ما هي prefixes? What are prefixes? A or what is a prefix? ما هو prefix? A prefix is a group of letters that's added to the beginning of a word and changes its meaning. They can make a word negative, show repetition, or place, etc. إذن prefix هو مجموعة حروف تضاف إلى بداية, لاحظوا كلمة بداية الكلمة, بداية الكلمة, and changes وتغير معنى هذه الكلمة. يمكن أن تغير المعنى إلى معنى النفي, إلى repetition, إلى التكرار, أو إلى إشارة إلى المكان أو الوضع. إذن هي هذا هو معنى prefix. سوف نرى هنا يعني جدول لمجموعة من الأمثلة باستعمال prefix الذي نضيفه في بداية الكلمة. Let's study the meanings of some prefixes in this table. The prefix have anti. هذه الكلمة إذا هذه الحروف يعني إذا أضفناهم إلى كلمة تعني meaning against, ضد أو مضاد أو عكس, يعني بهذا المعنى أو يعني تضاد. أوكي, المثال بعض الأمثلة: anti war يعني ضد الحرب, war تعني حرب, anti war, antisocial يعني غير مجتمعي, يعني هذا ضد المجتمع, إنسان غير مجتمعي, antisocial, antibiotic حيوي مضاد حيوي, لاحظت هنا مضاد عكس ضد كلها. auto معناها يعني هاد auto, كلمة auto هو prefix يضاف في بداية الكلمة لكي يعني of or by oneself, يعني اشتغال تلقائي بنفسه, هو هذا المعنى, بنفسه, تلقائي, أوتوماتيكي, كلهم هذه الكلمة تعني auto. إذا أضفناها مثلا امثلة examples, autograph يعني يكتب يعني بنفسه تلقائي الكتابة. autopilot يعني pilot يسوق بنفسه, autopilot يسوق أو يقود تلقائي القيادة أو السياقة. autobiography يعني autobiography يعني شخص يكتب عن نفسه, biography كتاب, autobiography سيرة ذاتية, بما نترجم نقول سيرة ذاتية. autobiography يعني شخص كتب عن حياته الخاصة, سرد حياته الخاصة. by prefix تضاف إلى بداية كلمة لتعني ماذا؟ to or twice, إذن مرتين أو اثنان. مثلا bicycle, cycle يعني شيء يعني متحرك,
أها مثلا الدراجة يعني بايسيكل لأنها لديها عجلتين. باي أنوال something happening during in 2 years، شيء يقع لمدة سنتين. مثلا championship مثلا يعني دورة بطولية لكرة القدم مثلا، أو احتفال سنوي يقع كل سنتين. باي أنوال، أنوال يعني سنة، أني like French. And bilingual تعني يعني ازدواجي اللغة. مثلا مدرسة bilingual school يعني مدرسة ندرس فيها لغتين مثلا العربية والفرنسية. اوكي اكس هو prefix يعني يدل على former سابق، كل ما هو سابق. مثلا example اكس wife زوجة يعني زوجة سابقة. اكس student تلميذ سابق. مثلا نقول مثلا we organize a party for all ex students، نظمنا حفلة للتلاميذ السابقين. اوكي ex students. ex president يعني وزير او رئيس سابق. اوكي هناك ايضا إكس تعني معنى آخر out of exterior، بحال نقول خارج مثلا extract شي حاجة نستخرج من extract. أوكي exhale excommunicate exhale يعني نستخرج الهواء يعني أوكي زفير يعني زفير عندما نخرج الهواء exhale نستخرجه. excommunicate اوكي نتواصل خارجا. اوكي micro which means very small شيء صغير، قد نقول عليه مجهري. ممكن مثلا micro computer حاسوب صغير دقيق جدا. microwave اوكي مايكرويف نعرف ذلك الجهاز الصغير اللي يرصد الموجات الصغيره لكي مثلا تدفئه للطبخ الى اخره. مايكروسكوبيك مجهري. اوكي سكوب للرؤيه اوكي ومايكرو لانه يجعل يرى لنا الاشياء الصغيره الدقيقه. مس بيرلي ورونغلي كلمه مس ام اي اس يعني شيء نخطئ فيه أو يأتي بشكل خاطئ. مثلا misunderstand أخطأ. أوكي I misunderstand we misunderstand. Understand تعني فهم أو أخطأنا الفهم. أوكي misunderstand لم نفهم. Mistranslate تعني ترجمة، ومistranslate يعني شخص الذي يترجم شيئا يعني بشكل خاطئ. اوكي ترجم الشكل بشكل شيء بشكل خاطئ. مس انفورم يعني انفورم يعني يخبر، ومس انفورم يعني يخبر معلومه او يوصلها بادلي بشكل خاطئ. انفورم بادلي اور انفورم رونغلي. مونو وان شيء يعني العكس ديال ماذا؟ ديال باي التي رايناها سابقا. مونو وحيد الشيء سينجل. مثلا monotonous استقلالي يعني يستعتمد يشتغل وحده لا يحتاج إلى آخرين. monologue يعني يتحدث مع نفسه، أو monologue والحديث مع النفس. أوكي monogamous تعني الزوجية يعني الشخص الذي يختار زوجة واحدة غير متعدد الزوجات مثلا أو الأزواج نفس الشيء. multi تعني ميني. إذا رأينا باي التي تعني مزدوج، مونو تعني واحد، وهنا الآن multi يعني متعدد ميني. مثلا multi national ماذا تعني؟ يعني متعدد الجنسيات
وطني الأوطان مالتي ناشونال، مالتي كالتشرال، مالتي كالتشرال يعني تعدد الثقافات، مالتي بيربس تعدد الأهداف، بيربس هو الهدف، over too much يعني exaggerated، شيء الذي عندما نعنيه بأنه مبالغ فيه. مثلا we say overdo يعني أجززت ذلك الشيء ولكن أكثرت فيه جدا، يعني overdo something. over tired أنا يعني متعب جدا إلى حد إلى أقصى حد، over tired، tired يعني متعب. okay over sleep يعني شخص اللي نام وظل اليوم كاملا وهو نائم، ما هذه هنا هنا oversleep. Of course he is going to wake up in a bad mood. Okay. Post يعني بعد، بعد مثلا post government بعد هذه الحكومة، أها بعد الحكومة مثلا. Post war وراء أو بعد الحرب يعني فترة ما بعد الحرب. Post revolution فترة مثلا ما بعد الثورة. okay pro in favor of okay لصالح، عندما نستعمل كلمة pro ونضيفها إلى كلمة تعني لصالحها، مثلا pro government يعني مساند، مساندين للحكومة يعني they are in the favor of the government يعني هم لصالح الحكومة. مثلا pro prototype يعني هذا النوع هو يعني مساند، هذا النوع مساند لشيء مثلا. وأيضا revolutionary يعني مساند للثورة مثلا. pseudo يعني كلمة اللي فقط لتعني false مزيف، false fake. مثلا عندما نقول pseudonym ماذا تعني pseudonym؟ pseudonym يعني ذلك اللقب الذي أنت تختاره وتطلقه على نفسك إذا أردت أن تظل شخصيتك مبهمة، مثلا مثل في بعض مواقع التواصل الاجتماعي فأنت تختار your pseudonym. مثلا pseudo scientific شخص اللي هو false وشيء معلومة علمية خاطئة مزورة مثلا pseudo scientific. pseudo intellectual يعني شخص اللي هو يدعي بأنه مثقف intellectual ولكن هو pseudo intellectual. والكلمة البسيطة الذي قلت أنا pseudonym. again هي هنا الكلمة تعني repetition، إذا أضفنا هذا الحرفين re إلى فعل أو أي كلمة تعني التكرار أو لا إعادة، إذا باك مثلا ريتايب أكتب وأعيد الكتابة يعني type with the computer يعني أكتب بالكمبيوتر وأعيد الكتابة retype it. For example when I make a mistake I type and I retype. replace يعني أعوض. rewind تعني إعادة يعني ترويح أو رياح. أوكي الجو مثلا. semi تعني نصف. ماذا تعني نصف؟ مثلا semi culture نصف ثقافة، نصف ثقافة. أوكي سمي نصف، سمي فاينل نصف النهائيات ومنتصف النهائيات. سمي ديتاتشد أوكي ديتاتشد هي منفصل يعني هو هذا الشخص هو يعني نصف منفصل على مثلا هذا هذه النوعية مثلا. سب تعني under تحت. أوكي مثلا سبوي كلنا نعرف ما هو سبوي. أوكي سبوي هو نفق تحت الأرض، طريق وي تعني طريق وسب تعني under. سبمارين، مارين هي غواصة، الغواصة يعني الغواصة. ما هي ما غواصة؟ مارين يعني في البحر تمشي تحت البحر. سب ديفيجن يعني قسم، ها تحت القسم، تحت هذا القسم، تحت القسم مثلا مكتب ليس مثلا قسم إداري مثلا يعني تحته أوكي تحت هذا أو يندرج تحت إطاره.
هذا ما قصدت. under كذلك تعني أن تحت، ولكن تعني المكان. sub تعني بالرتبة، تحت بالرتبة أو بالترتيب. أما under فتعني بالمكان. not enough or underworked. here not enough ليس كافيا. أوكي، under تعني ليس كافيا بالمستوى المطلوب. مثلا underworked يعني اشتغل بشكل تحت المستوى المطلوب. underused يعني استعمل ذلك الشيء ولكن استعمله ليس بالشكل المطلوب، أو ليس it's not enough. undercooked طبخت اللحم مثلا ولكن لم تصل إلى درجة السواء أو درجة الطبخ له مثلا تركته نيئا. سوف أترككم قليلا لكي تقرأوا هذا الجدول، وأيضا سوف ننتقل إلى ما تبقى من الجزء الثاني، وهو ماذا؟ suffix. حسنا، أظن أنكم قد نظرتم إلى الجدول جيدا. لننتقل إلى suffix meanings with examples. ما هما أو ما هم suffixes؟ okay. What are the suffixes؟ okay. A suffix is a group of letters that's added to the end of a word and changes its meaning. Suffix هو مجموعة من الحروف التي نضيفها أو تضاف إلى آخر الكلمة لكي تغير معناه إلى مجموعة من المعاني. يمكن أن تعطينا مجموعة من المعاني وليس معنى واحد. Let's study the meanings of some suffixes in this table. لندرس ونتمعن في المعاني قد جمعتها هنا مع أمثلة لكي نفهم تلك الكلمات. ليس بالضرورة أن نشير إلى كل هذه الكلمات، لكننا نظرا للوقت سوف نأخذ أمثلة لكي تفهموا. سوف أخذ مثالين أو ثلاث أمثلة من كل مجموعة. مثلا عندما تنتهي الكلمة ب أنت أنت أو أنت، أوكي، مثلا انظروا الأمثلة. يجب غالبا ما يجب أن تحفظوا مثلا and study study student. okay. study هي درس. إذا عندما أضفنا لها ent تعني هنا اسم فاعل، مثلا student servant assistant and determined. okay. ship relationship friendship companionship, championship, partnership, membership, scholarship, leadership, and hardship. هادو كلهم يجب أن تحفظوهم في البكالوريا، لأنهم غالبا ما يكون هذه الكلمات تعطى أكثر. مثلا relationship تعني علاقة، friend من كلمة friend يعطونك مثلا كلمة friend بين قوسين، وأنت يجب أن تعرف الاسم ما هو. friendship يعني صداقة. companion صديق أو صاحب، نقول الصحبة friendship. champion بطل friendship. sorry championship يعني بطولة. partner هو شريك شراكة partnership. member وهو عضو في مثلا في نادي أو في مجموعة، نقول عضوية
في نادي. membership in a club. scholar. scholar هو يعني شخص يد يعني يعني تلميذ أو طالب. scholar هو طالب، يعني نقول scholarship. أوكي، يعني شخص منحة نطلقها نأخذها من الاسم. scholarship تعني المنحة الدراسية. leader هو القائد. إذن ما هي القيادة؟ leadership. كلهم تنتدي بship. hard صعب. hardship يعني الشدة والصعوبة. إذن ليس كما قلت، ليس بالضرورة أن أتطرق إلى شرحي، لأن هاته ليست كالبريفكس يجب فهم معانيها، ولكن هاته نضعها ونحفظها ويجب أن نتذكرها. مثلا كلمات تنتهي بأور هي غالبا كلمات تشير إلى أسماء الفاعل مثلا، أو كلها في الغالبية nouns أسماء، مثلا conductor, collector, director, investor, advisor. أوكي، يعني conductor سائق، collector جامع يجمع مثلا الأشياء، director يعني مدير، investor مستثمر، أوكي advisor مستشار أو ناصح. why not. elevator هي كلمة كذلك اسم لشيء. elevator وهو المصعد. bigger هو الشخص المتسول الذي يسأل الحاجة للناس. liar هو الكاذب. okay. actor ماذا هو؟ الممثل المسرحي مثلا. أيضا هناك كلمة array as a suffix. bakery, bravery, robbery, machinery. okay. bakery التي تعني مخبزة. okay. كل هذه أسماء المكان. okay. بعض أسماء المكان مثلا، أو معاني abstract يعني ذات معنى مجرد. bravery شجاعة. robbery هنا تعني السرقة. ماشينري يعني تكتيك وتخطيط من أجل الوصول إلى هدف ليس جيدا، ليس بالجيد. ماشينري. دوم تعني كلمة في الأخير، ليس بالضرورة لها معنى، ولكن هي تنتهي بها مجموعة من الكلمات مثلا freedom free حر، freedom الحرية. king ملك، ملكية. kingdom. wise تنتهي بأ ولكن فقط عندما نضيف، انتبهوا عندما نضيف دم نريد أن نجعلها اسم تعني الحكمة. wise تعني حكيم، شخص is a wise person or he has wisdom لديه حكمة ورجاحة عقل مثلا نقول. أيضا كلمات تنتهي بسي بالأخضر، انظروا معي. accuracy policy literacy. okay. accuracy يعني الإتقان في الكتابة وقواعد مثلا اللغة مثلا الإتقان. policy سياسة. okay. literacy يعني تعليم. ear okay or e like refugee okay. لاجئ. employee يعني موظف. trainee or trainer okay. يعني متدرب. payee engineer. kidnappee. Okay. غالبا ما هذه الكلمات تحفظ. hood neighborhood manhood fatherhood brotherhood motherhood babyhood. okay. parenthood adulthood childhood. لاحظوا هذه الكلمات غالبا ما تنسب إلى القرابة،
Okay, neighborhood يعني neighbor تعني الجار، neighborhood يعني الجوار أو الحي مثلا. manhood الرجولة، okay man يعني سن فترة الرجولة، فترة يعني عندما يصبح الشاب رجلا. fatherhood الأبوة، وأيضا brotherhood الأخوة. motherhood الأمومة. babyhood فترة الطفولة. parenthood يعني أيضا الأبوة، okay من جهة الأب والأم. adulthood يعني فترة البلوغ. childhood أيضا فترة الطفولة. babyhood يعني فترة الطفولة المبكرة. أما childhood يعني هناك فرق، أنتم يعني في سن 6 سنوات 7 سنوات إلى آخره. هناك أيضا عندما تنتهي كلمة الكلمات ب S E double S، مثلا عادة ما نحتاجها لبعض الكلمات المجردة، مثلا happy happiness السعادة، okay ness with the N E double S. ليس لدي هنا كلمات هنا أمثلة، لكن البريفكسز هي كثيرة جدا. فقط أعطيكم هنا كلمة E double S: actress, lioness, waitress. actress ممثلة، lioness اللبؤة، waitress تلك التي تخدم في أو تشتغل في مطعم وتقدم الأكل، أوكي نادلة عفوا. تين gift انظروا تختلف، انظروا إلى لماذا قلت يجب ثم يجب حفظ بعض الكلمات أو معظمها من التي نشتغل بها بالsuffixes التي تنتهي في الكلمة لأنك تغير الكلمة. gift أعطى، gift يعني هدية، تعني لماذا؟ لأن الهدية تعطى. high تعني رافع مرتفع راق. height المستوى مثلا عال، أوكي أو العلو. way يعني يزن، يزن. weight الوزن. إذن هناك بعض الكلمات التي تختلف وبعض الكلمات التي لا تختلف، ولكن هي قاعدة. عندما تكون لنا كلمة مثلا، عند انظروا إلى كلمة give، في عادة ما نعرف أن القاعدة تقول عندما تنتهي الكلمة بVE، إذا أردنا أن نحولها إلى كلمة أخرى، شكل من الكلمات الأخرى، مثلا الجامع أو المفرد، فسوف نحول كلمة VE إلى F. مثلا أو العكس صحيح، مثلا كلمة leaf هي ورقة شجر، أوكي L-E-A-F. الجمع نقول leaves، سوف نغير F إلى V-E-S، أوكي؟ أو كلمة five V-E، كلمة خمسة، رقم خمسة في الإنجليزية، عندما نغيرها في لكي نقول نحول هذا العدد إلى عدد ترتيبي نقول fifth. إذن نغير V-E إلى F ثم نضيف T-H. أوكي، هذا فقط قوس لشرح كلمة كيف اختلفت give إلى gift. الآن كلمات تظهر تنتهي ب-ing. ing عادة عندما نريد أن نحول الكلمة إلى gerund. gerund يعني نستطيع أن نترجمه بأنه كأنه مصدر، مثلا المصدر، مثلا read قرأ، reading القراءة. wait okay waiting okay انتظر wait الانتظار the waiting okay the waiting room ولا قاعة الانتظار. talking الحديث. wash washing الغسيل غسلة wash okay
هذه سهلة جدا، في مجموعة من الكلمات يمكن أن نضيف إليها ing، وهناك تبقى كلمة your failure. ماذا تعني failure؟ تعني الفشل. أوكي، لأن الكلمة التي بالأزرق تروها هنا fail، fail تعني فشل، فشل. أوكي، failure تعني الفشل. close، close بE يعني كلمة تنتهي بE، وأريد أن أضيف your يعني ساكنين لا يمكن أن يتطابقا، إذن حذفت E. closer، closer يعني الإغلاق، غلق، إغلاق. أوكي، example there are okay lot of all the shops okay has shown or closer everywhere because of the lockdown of coronavirus. يعني هناك إغلاق لمجموعة من المحلات بسبب جائحة كورونا فيروس مثلا. هناك أيضا كلمة exposure، exposure كتعني العرض أو استعراض. expose يعني عرض، أبان عن الشيء إلى آخره. هناك أيضا ounce، كلمة تبتدي بounce or inch. performance هو الأداء، أداء الشيء مثلا بحال الغناء، مثلا الغناء هو أداء. أوكي، performance I like your performance. What do you perform? I perform acting. I perform singing. ماذا أديت؟ أديت الغناء، أديت التمثيل. أوكي، إذا كتبت لك مثلا في امتحان بكالوريا perform، أوكي، say what is your performance? What did you perform? Say what did you perform? الكلمة الثانية my performance was singing. Okay, but my friend Anna the performance she chose in this competition is acting. For example, I hope you got my idea. Insure هي ضامنة. Okay, insurance. Enter بالأزرق، انظروا enter دخل. Entrance يعني بوابة للدخول مثلا، نعني بها المدخل. Appearance appear ظهر. Appearance يعني المظهر. أولى الظهور، الاثنين صحيحين، نعني appearance ذلك المظهر الخارجي، وكذلك نقول his appearance ظهوره في المسرح. أوكي، استفز مثلا المشاهدين مثلا. أوكي، difference هي مختلف، difference الاختلاف. أيضا dependence استقل بذاته، dependence الاستقلال. sorry عفوا independence أوكي الاستقلال. depend يعني عول على الشخص. عفوا أيضا عول، ولكن فقط أردت أن أشرح لكم لكي تربطوا كلمة depend لكي يعني تتذكرونها، ربطها بكلمة independence، عيد الاستقلال مثلا independence day. be depend يعني عولة، independence يعني استقلة عكسها. إذن dependent تعني مستقل معول عليه، ليس مستقلا، متوكل يعني متوكل، يتوكل على الآخرين. dependence يعني أوكي هناك عدم استقلالية. existence وجود، وجد، تواجد. exist تواجد. أوكي، in existence تواجد أو كينونة. prefer اختار أو الاختيار. preference هو الاختيار أو الذوق أو مثلا preference of color، preference of food. I prefer pizza. what is this? this is the preference of kind of food. patience ماذا تعني؟ الصبر.
تاني الصبر. I am patient. I am patient. أنا صبور. إذن I have patience. لدي صبر. إذن تنتهي ب E-N-C-E. ولكن الكلمة الأصلية بماذا تنتهي؟ ب P-A-T-E-N-T. انتبهوا. هناك أيضا العديد من البريفكسز التي تنتهي ب I-T-E لكي تحول ماذا؟ الكلمة إلى اسم أيضا. مثلا Unity من Units وحدة. أوكي Unity هي الوحدة، وحدة الأمم مثلا. أوكي Nationality هنا تعني الجنسية. أوكي Humanity الإنسانية، كلهم أسماء. Human يعني إنساني. أوكي أو إنسان. يعني حولناها إلى اسم باستعمال الprefix sorry suffix ity. Masculinity. Masculinity يعني الرجولة أو الذكورة عفوا. أوكي manhood، قلنا عن الرجولة هي من manhood يعني رجل يعني من. أما masculine تعني ذكر وذكورة. Masculinity femininity يعني أنثى. Femininity يعني أنوثة. Curiosity تعني فضول، حب الفضول. Okay he is curious، هو فضولي. He is curious. He has okay curiosity. Okay مثلا هناك أيضا كلمة مثلا في هذه الجملة his curiosity leads him or took him to prison. فضوله أدى به إلى الحبس مثلا، إلى السجن. أوكي إلى عقوبة حبسية مثلا. أوكي تخيلوا معي وأنتم تتخيلون المثال. Electricity هو أيضا اسم electric يعني كهربائي، الكهرباء. Generosity تعني الكرم والعطاء. أوكي generous الكلمة تعني الأولى الأصلية generous، be generous كريم، شخص كريم. generosity. est novelist. okay novel تعني رواية. novelist هو الشخص الذي يكتب الرواية، كاتب روائي. arts artist فنان، الفن. art artist فنان. piano لاحظوا معايا، لاحظوا لقد حذفنا كلمة أو عند ماذا قلت على الكلمات إذا التقت ساكن، إذا التقى vowel فإن مع suffix هو يبتدئ أيضا بvowel، يجب أن نزيل الvowel الذي في أصل الكلمة. مثلا piano we omit the O and we add est. Pianist يعني الشخص الذي يعزف على البيانو، مثل هذه الموسيقى التي تسمعوها الآن. أرجو أن تكونوا على يعني باستمتاع بها ونحن نقوم بالدرس. أيضا هناك يعني suffix يعني bth الذي ننطقه بث مثل التاء المثلثة باللغة العربية. ث strength انظروا الكلمة تختلف. strong كيف نكتب كلمة strong؟ strong كيف اختلفت؟ strength لقد غيرنا الحرف الأو إلى E ثم أضفنا TH لكي نجعلها مصدرا واسما. القوة strong قوي. strength القوة يعني هنا تعني القوة، عادة ما نعني بها القوة physical strength. sorry here long كيف تغيرت هذه الكلمة؟ okay L-O-N-G okay أصبحت إلى length. depth يعني ماذا تعني long؟ طويل. length الطول.
depth deep. هذه الكلمة أيضا تغيرت، أرجو أن يكون لديكم قلم وتكتبوا deep. كيف نكتبها؟ يعني تعني عميق. D double E P D E E P عميق. عندما أردنا أن نحولها إلى اسم يعني العمق، مثلا عمق البحر، نقول the depth of the sea. The depth of the sea. Okay. Or I was concentrating and in my the depth of my thoughts. كنت مركزا في أعماق تفكيري مثلا. Depth. Okay. كما قلت أيضا أعماق البحار. Okay. The depth of the seas. Okay. ثم هناك كلمة or suffix ICS phonetics علم الصوتيات، physics علوم الفيزيائية، linguistic علوم اللغات أو اللسانيات أيضا، اسم تعني hero، كلمة hero بطل، heroism البطولة، realism. okay. عفوا، هنا يجب أن أتوقف على كلمة champion. championship. champion تعني البطولة بالمعنى العربية، لكن championship تأتي في سياق المسابقات. أما hero، hero تعني شخص بطل، بطولة، شخص بطل، يعني بطل لأنه مثلا شجاع أو لأنه أنقذ شخصا ما. أرجو أن تكونوا قد فهمتم الفكرة، لأن العربية ليست هي الإنجليزية، ولهذا هناك كلمتين مختلفتين. champion championship هي بطولة، بطولة مثلا في مسابقة، ثم بطولة heroism البطولة، إحساس بالبطولة. أوكي، وشخص يستحق أن يكون بطلا. hero he is a hero. أوكي، she is a heroine. أوكي، الاسم هو heroism البطولة. أوكي، يعني بمعنى الشجاعة. reality، انظروا إلى الاسم reality or adjective أو صفة، real حقيقي أو الواقع واقعي. reality أيضا نقول realism. أوكي، نستطيع أن نقول realism. أوكي، الواقعية. أوكي، مثلا في الواقعية الحقيقة، reality تعني حقيقة، realism هي الواقع. أوكي، مثلاً ليس هناك يعني كلمة تختلف حتى في الترجمة، قلنا حقيقة وقلنا واقع. مثلاً في بعض الرسومات، بعض الرسامين الذين يرسمون أو يبدعون وينقلون الواقع في رسوماتهم، رياليزم. هنا في ميدان الرسم نقول رياليزم أو إمبريسيوناليزم. أوكي، and so on. socialism. socialism يعني social تعني اجتماعي، socialism يعني علم الاجتماع. all كلمة all وهي آخر list، آخر لائحة من suffix، مثلا نضيفها لكي نحصل على اسما، اسم نأخذه من فعل، تكون لدينا نضيف إلى الفعل لكي يتحول هذا الفعل إلى اسم. مثلا refuse رفض، الرفض refusal. survive يعني استطاع العيش وأنقذ نفسه وتجاوز الخطر. survive survival هي أنه تجاوز مرحلة الخطر، يعني هذه المعنى survival. arrival arrive جاء، المجيء arrival أو الحضور أيضا. burial bury يعني دفن، burial دفن. أوكي، انتبهوا إلى bury تنتهي ب y at the end. y we change to a y to i and we add i l. لقد غيرنا كلمة حرف إغاق التي كانت في أصل الفعل إلى إي، إلى آي، ثم أضفنا آي إل. هناك
try أيضا نفس الكلمة try essay يعني حاول حاول try يعني حاول نقول try عند تنتهي بكلمة بحرف y تنتهي بحرف y غيرنا y إلى y إلى i ثم أضفنا i l أيضا recital recital يعني هي التلاوة القراءة مثلا قراءة القرآن نقول recite Quran Quran the recital of Quran تلاوة القرآن recite Quran he recites Quran he is reciting Quran I like his recital okay propose تعني اقترح اقترح أو عرض من الأحسن أحسن هنا ليست اقترح اقترح تعني suggest ولكن عرض مثلا عرض عليها الزواج عرض عليها الزواج propose her he proposes her okay proposal يعني عرض الزواج مثلا propose marriage okay marriage proposal okay عرض أيضا approve هي القبول أو السماح أو القبول مثلا approve I approve يعني قبلت قبلت أوكي approval هي القبول هذه كلها suffixes يعني كلمات تنتهي بها أو حروف تنتهي بها الكلمات لكي كما لاحظتم غيرت الكلمة بشكل يعني مختلف أو جذري تماما وهناك بعض الكلمات التي يجب أن تعيدوا لمشاهدة الفيديو لكي تقفوا على التغيير فيها لأن يتغير بعض تتغير بعض الحروف أو تزال بعض الحروف ثم تضاف أخرى شكرا لكم على المتابعة وأتمنى أن تكونوا قد فهمتم واستوعبتم الدرس إلى درس آخر بإذن الله في من دروس المستوى بكالوريا وإلى اللقاء في درس قادم Goodbye Stay safe Hello, how are you? I hope you are doing well, staying safe in your homes. This is me, teacher Leila Taik, with you. I'm going to explain an English grammar lesson. السلام عليكم. معكم الأستاذة ليلى الطيك وسأقدم لكم اليوم تحت طلب العديد من المترشحين خاصة الأحرار منهم لدرس الـ relative clauses or the use of the relative pronouns in the relative clauses. ما هي relative clauses? Relative clauses أو ما نستطيع أن نسميها بجمل الوصل. و relative pronouns يعني ضمائر الوصل. ما هي بالتحديد؟ سوف نعرفها. ضمائر الوصل relative pronouns هي الضمائر التي تربط بين الجملة الوصفية والاسم الموصوف بمعنى تعود على الاسم الذي تم وصفه في الجملة الثانية ماذا نفهم من هنا؟ لدينا جملتين جملة فيها اسم الوصف اسم الموصوف والجملة الثانية تصفه تصف ذلك الاسم الموصوف إذن ماذا لاحظتم؟ هناك الاسم يتكرر مرتين هذا الاسم يمكن أن يكون عبارة عن شخص يمكن أن يكون عبارة عن مكان عن زمان عن شيء هذا ما سوف نراه ونستخدم ضمائر الوصل لربط جملتين بسيطتين لتحويلهما إلى جملة معقدة أو جملة مركبة وسنتناول هنا كل واحدة بالتفصيل وكيفية ربط هذه الجملتين يعني كيفية ربط هذه الجملتين لا يتم هكذا عشوائيا بل يتم عن طريق ضمائر الوصل
إذن ما هي ضمائر الوصل؟ ضمائر الوصل هي الضمائر الآتية، مثلا سوف نستعمل هذه الجملة: The girl lives next door. إذن هذه الجملة فيها الاسم الموصوف. ما هو الاسم الموصوف؟ The girl. الجملة الثانية: The girl، أو نستعمل الضمير نفس الشيء. She is very kind. The girl is very kind or she is very kind. ماذا لاحظتم؟ الجملة الأولى فيها الاسم الموصوف هو the girl، الجملة الثانية فيه الاسم الموصوف ولكن فيها شيء من الزيادة. ما هي هذه الزيادة؟ وهناك وصف لذلك الاسم، يعني زيادة في المعنى، جملة الوصل التي تصف الاسم الموصوف. أوكي؟ في الجملة الأولى يمكن أن نقول the girl هنا ونقف، لكن ليس لكي نوضح أكثر نجعلها جملتين يعني مفيدتين: The girl lives next door. الجملة الثانية: The girl is very kind. إذن ما هو، كيف نربط بينهما؟ يجب أن نربط بضمير من ضمائر الوصل لكي نتجنب ذلك التكرار. ما هو التكرار؟ هو The girl، فقط نذكره مرة واحدة. إذن هناك الحل، انظروا: The girl who، نستطيع أن نستعمل كذلك that، lives next door is very kind. The girl who or that lives next door is very kind. الفتاة التي تعيش بالجوار هي طيبة. إذن كانت الجملة The girl lives next door، الفتاة تعيش بالجوار. الجملة الثانية: الفتاة هي طيبة. إذن عندما ربطناهم أصبحت The girl who lives next door is very kind، الفتاة التي تعيش بالجوار هي طيبة، طيبة. إذن هذا كمثال. إذن تعرفنا على هو، لماذا اخترنا بالضبط هو؟ هناك ضمائر أخرى أو ذات، لأن الكلمة المتكررة في الجملتين هي the girl. إذن girl هو person، شخص. إذن ما هي ضمائر الوصل وما هي دلالاتها؟ What are the relative pronouns? Okay, and what are their meanings? Which to say, which one to choose؟ أيهما أختار لكي أربط بين جملتين؟ إذن انظروا معي هذا الجدول. هو للدلالة على الشخص، which للدلالة على الشيء أو الحيوان. إذن هو for person، which for object or animal، where للدلالة على المكان، place، there مثلا هناك، why للدلالة على السبب، reason، whom it's for person objects، يعني whom للدلالة على الشخص، لكن هنا الشخص يأتي على شكل مفعول به. هو يعني هو للدلالة على الشخص، ولكن الشخص يكون على شكل فاعل، يعني هو الأول كفاعل في الجملة. أما هم يعني هو يدل على الشخص، نربط جملتين لكن ذلك الاسم يأتي على شكل فاعل لكي نميز الفرق. سأتطرق إلى هذه النقطة لاحقا أكثر بالتفصيل. whose، إذن whose لاحظت هنا him her us me. ما هذه كتسمى possessive object pronouns him her us me. إذن كذلك possessive my your his possessive adjectives. بالنسبة لهوز يعني عندها دلالة الملكية، مثلا الشخص مذكور أو شخص مثلا مذكور أو شيء، يمكن أن يكون شيء مذكور في الجملة الأولى ولكن لا يتكرر في الجملة الثانية، بل يتكرر شيء ينسب له أو شيء يمتلكه. سوف نفهم من أكثر
ويكون ذلك أكثر اتضاحا خلال إعطاء الجمل أمثلة. when يعني when هي تدل على الزمن time، يعني عندما يتكرر زمن ما أو ظرف زمان في الجملة الأولى وأيضا يتكرر الجملة الثانية، سوف نربطه الجملتين ب when. أما بالنسبة that هي كلمة يمكن أن preposition sorry relative pronoun التي يمكن أن تعوض لنا أو يعني عدم تكرار people أشخاص أو الأشياء أو الحيوانات، هي يعني تعوض كل هذه. الآن ننتقل إلى الشرح بالتفصيل ببعض الجمل، ولكن سنتطرق لها بشكل خفيف. من بعد سوف نتطرق إلى كل ضمير الوصل على حدة. مثلا rule، القاعدة التي يعني نشتغل بها ب who and that refers to people، يعني تعود على الأشخاص. انظروا إلى هذا الإكزامبل، هذا الجمل، هذه المثال: they caught the man who spied for China or that spied for China، يعني لقد أمسكوا بالرجل الذي كان يعني يتجسس على الصين. لماذا استعملته؟ انظروا the man، إذا the man يعني refers to people is a person. الجملة الثانية for which or that يعني هما يعوضان بعضهما البعض، يعني had which to refers to objects، يعني تعود على الأشخاص الأشياء. lost I lost the map which she gave me. I lost لقد فقدت أو ضاعت مني الخريطة التي أعطتني إياها، she gave me التي أعطتني. Okay. الآن whose، سوف نقرأها بسرعة أمثلة ثم نتطرق لها لكي تفهموا واحدة تلو الأخرى. whose refers to the possession، يعني whose كما قلت سابقا يعني تعني الملكية. she complained to the man whose dog bit her، هي she يعني اشتكت للرجل الذي كلبه عضها، الذي كلبه عضها. إذا انتبه، الرجل وكلبه، إذا هنا الملكية يعني الشخص يمتلك ذلك الكلب، يعني الضمير الوصل المناسب كان whose للملكية. when refers to a moment in time، okay. when تعود إلى لحظة من الزمن، يعني يمكن أن تكون ساعة، أن يكون يوما، أن يكون شهر، أن يكون تاريخ، هذا كله زمن. مثلا Christmas day، Christmas day is a day when people are happy، يعني يوم عيد الميلاد يعني لدى المسيحيين هو يوم حيث، يعني حيث تدل على الزمن، حيث الناس كلهم يكونوا فرحين. okay. Christmas day is a day time when people are happy. Where refers to particular place. Where تعود على مكان محدد. Particular مكان محدد. مثلا we visited the house where our father was born. لقد زرنا المنزل الذي الذي هنا يعني ربما لا توفيها الترجمة حقها بالعربية، ولكن فهمنا بأن المنزل حيث كذلك، حيث تعرفون في العربية حيث يمكن أن تدل على الزمن ويمكن أن تدل على المكان. حيث أبي، حيث أو أي مكان الذي ولد فيه أبي. أوكي، إذا المكان هو المنزل، المنزل هو مكان، لماذا استعملت where. آخر ملاحظة، in a non-defining sentence the word that cannot replace who or which. بعض الكلمات التي يعني غير معرفة لا يمكن أن تقبل التعويض بذات. مثلا الغير معرفة بحال الاسم un nom propre، اسم يعني علم. مثلا ماتا هاري، اسم هذا who was a famous female spy was born in Holland. okay. ماتا هاري التي كانت يعني جاسوسة
أنثى لها امرأة جاسوسة ازدادت في هولندا. أوكي، إذا هذا اسم مستعمل لا يمكن أن أستعمل that. لا أستطيع أن أقول مثلا ماتاهاري that was famous. لماذا؟ لأن ماتاهاري ليست كلمة معرفة، is non-defining. جملة ثانية نفس الشيء، Buckingham Palace which is in London is a famous tourist site. Okay, Buckingham Palace يعني قصر بيكنغهام الذي في لندن هو يعني موقع سياحي مشهور. هذا ما يمكن أن نقول، لكن هيا معي لكي نقف على كل ضمير وصل على حدة. انظروا معي، نبتدئ بماذا؟ بهو. هو، انظروا إلى هذا الجملة، هذا المثال. The man told me the truth. سأعطيكم الوقت لكي تفكروا في هاتين الجملتين، كيف يجب أن أربطهما؟ The man refused to give me his name. إذن ما هو الكلمة المتكررة في الجملتين، أو الجملة الكلمة المتكررة في الجملتين؟ هي the man. إذن the man ماذا يشير؟ نعم، إلى الزمان، إلى المكان، إلى الشخص، إلى الشيء، ماذا؟ نعم، إلى الشخص. إذن ما هو الضمير كيف ما كتبت هنا؟ هو. لنرى الحل. The man who told me the truth refused to give me his name. Okay. هل نستطيع أن نعوضه بذات؟ نعم نستطيع، لأن الكلمة defined معرفة. نستطيع أن نقول the man. The هي آل تعريف. The man that told me the truth refused to give me his name. الجملة الثانية يعني نستعمل فيها which. انظروا هذا الإكزامبل. I bought a book. The book has got a green cover. إذن ما هي الكلمة المتكررة؟ بالرغم من أن جاءت في آخر الكلمة في الجملة الأولى ثم إلا أنها متكررة، كيف نتخلص من كلمة the book يعني في أخرى؟ أوكي، إذن انظروا مع الحل. The book which I bought had a green cover. إذن الكتاب الذي اشتريته كان أو has لديه غلاف أخضر. أوكي، الآن ضمير الوصل التالي هو ماذا؟ هوز. ماذا قلنا عن هوز؟ يفيد الملكية. إذن الجملة مثال I met my friend. His hair is black. إذن ما الذي يتكرر؟ I met my friend. التقيت صديقي. شعره أسود. إذن هل تكرر كلمة صديقي؟ لا، تكرر شيء ينسب إليه. إذن يمتلكه هوز. كيف نربط بينهما؟ ولكن لا يجب أن نحتفظ بهيز. هيز وكأننا قلنا فريند، يعني خاصة تحيد، يجب أن نزيلها. I met my friend whose hair is black. إذن التقيت بصديقي الذي شعره أسود. نعم، يمكنك أن توقف الفيديو وتتمعنوا في الجملة أكثر. إذن الآن يجب أن نقف قليلا، ما الفرق بين هو وهم؟ هناك هو كما قلت في ذلك الجدول، أن هو وهم لديهم نفس المعنى، يشيران إلى من؟ إلى الشخص. لكن هو، انظروا هذا التعريف، whom should be used to refer to the object of a verb. إذن whom نستعملها للإشارة إلى المفعول به. إذن إذا كان الاسم يأتي على شكل مفعول به في الجملة،
If you can replace the word with he or she, use who. أما إذا مثلاً كان الجملة فيها he or she or it، يعني he or she it تأتي على شكل ماذا؟ subject. يقولوا subject pronoun، يعني على شكل ماذا؟ فاعل. If you replace it with him or her, use whom. إذن أما لو استعملنا ضمير المفعول به الذي نقول في الإنجليزية object pronoun. Object pronoun him, her, me. مثلا I help her. Okay, I help her. إذن ماذا نعرب her؟ her هنا أنا أساعدها. هنا ماذا هي مفعول به. أها، ولكن I شنو هي ماذا؟ I, you, he, she, it هادو ديول subject الفاعل. إذن who should be used to refer to the subject. إذن إذا كان الشخص يعني المتكرر في الجملة عبارة عن فاعل، نربط الكلوز يعني الجملة جملة الوصل نربطها ب who. أما إذا كان ذلك الاسم المتكرر الذي هو أيضا شخص ولكن يأتي في الجملة على شكل مفعول به، على شكل مفعول به هنا نربط الجملة لكي نحولها إلى جملة واحدة ب whom. سوف نرى أمثلة على ذلك. انظروا معي هذه الأمثلة. I want to show you this person. اخترت لكم هنا جملة متقاربة جدا لكي تلاحظوا الفرق. I want to show you this person. أنا أردت أن أنا أريد أن يعني أقدم لك هذا الشخص. I want to show you this person. إذن جملة ثانية التي تتكرر. This person, trust me. هذا الشخص يعني هنا على شكل ماذا؟ فاعل. This person, trust هنا verb يعني يثق بي. أعيد الجملة. I want to show you this person. This person, trust me. إذن هنا الكلمة التي تتكرر ما هي؟ person, person. ولكن هذه الجملة ماذا؟ تأتي على شكل فاعل. I want to show you this person who trusts me. نعم، إذن أريد أن أريك هذا الشخص الذي يثق بي. أوكي؟ هو الذي يثق بي، إذن هو الفاعل. فهمتم؟ أتمنى ذلك. إذن لقارن بين الجملة الثانية ستفهمون إن شاء الله. I want to show you this person. أريد أن أريك هذا الشخص. I trust this person. أنا أثق في هذا الشخص. إذن هنا person جاءت على ماذا؟ على شكل مفعول به. إذن انظروا عندما ربطت الجملة. I want to show you this person whom I trust. أريد أن يعني أريكم هذا الشخص الذي أنا أثق به. الذي أنا الذي أثق به، يعني أثق فيه هو، مادام أنا أثق فيه هو المفعول به. إذن استعملت ليه ماذا؟ whom. إذن إذا أدركتم هذا المعنى سوف إن شاء الله تفرقون بين whom و who. الآن يجب أن أقول لكم أنه ليس بالضرورة يعني في الامتحان يضعون لكم جملتين، يعني بطريقة السؤال جملتين ثم أنتم يعني تلصقون الجملتين بالضمير الوصل المناسب. لا، يمكن فقط أن يعطوكم جملة وفيها الفراغ. هذا ما أشتغل عليه الآن، ستروه معي في الجزء الثاني من هذا العرض. أوكي، انظروا إلى هذا التمرين. هذا التمرين ممكن أن نصف الأول أعطيتكم جملتين، يعني كيف أربط تلك الجملتين. هذا نوع من التمرين ديال ضمائر الوصل، أوكي، relative clause. هناك النوع آخر من الأسئلة حيث يعطون الفراغ،
كيف نتعامل مع هذا التمرين يا ترى؟ انظروا إلى هذه الجملة الأولى. This is the video. إذن انظروا، أنا سطرت على الكلمة، هي لن يعطوها لكم في الامتحان مسطرة، ولكن أنت يجب يشد okay, detect it. يجب أنت أن تميزها لكي تستطيع أن تختار أي ضمير وصل. What relative pronoun is appropriate, is good to put it in the sentence. Okay, this is the video I wanted to show you. إذن هذا هو الفيديو. ماذا؟ خصنا نقوله الذي أردت أن أريك. إذن فيديو، ما هو فيديو؟ فيديو هو ماذا؟ نعم، هو شيء. إذن ماذا نقول؟ أعطوني الجملة. Okay, which, نعم, or that. This is the video that I wanted to show you, or which I wanted to show you. Okay, which, لي معنى الشيء. Okay, yesterday I saw the woman. إذن سوف أقف قليلا لكي أترك لكم مجال الإجابة. Yesterday I saw the woman. Husband helped me with the luggage. البارحة رأيت المرأة زوج ساعدني في حمل الحقائب. إذن قد سطرت على كلمة دو ومن، ما هي ومن؟ نعم، تفيد ماذا؟ الشخص. إذن ما هو الجواب؟ Yes. Yesterday I saw the woman whose husband helped me with the luggage. يعني woman من أجل الشخص، ولكن ما الذي جعلني لا أقوم به؟ لأن هناك شخص آخر يعود على الكلمة المتكررة. Okay. Whose leaf تفيد الملكية. Yesterday I saw the woman whose husband helped me with the luggage. البارحة رأيت المرأة التي أو الذي زوجها ساعدني في حمل حقائبي. أوكي، أو الحقائب. أوكي، انظروا إلى الجملة الثالثة. I don't know you were absent for school last Monday. إذن لم نكمل الباقي، لكن سوف نراها من خلال التمارين. عندما سطرت لكم على كلمة I don't know، دائما عندما ترون في الامتحان I don't know or I know، يعني يجب أن تعلموا أننا نتحدث ماذا؟ عن السبب. I don't know why you were absent for school last Monday. Why تعود على السبب، a reason، كما ذكرت في الجدول. لا أعرف لماذا لم أو لماذا كنت غائبا عن المدرسة الاثنين الماضي. Why. Okay, I don't know. لا أعرف لماذا. دائما في العربية هنا نقول لا أعرف لماذا أو أعرف لماذا. إذن دائما عندما تكون هناك I don't know or I want to know why or I know why، دائما اربطوها بهذه الإكسبرشن، هذه الكلمة. Let me show you the house. إذن the house ماذا؟ هي the house. The house هو مات place. Yes. It's هو مكان. إذن ما هل تتذكرون ما هو ضمير وصل الذي يفيد المكان؟ نعم، هو where. Let me show you the house where I was born. دعوني أريكم البيت الذي أو حيث كنت أزددت، حيث أزددت. آخر جملة وهي تفيد ماذا؟ ما هي التي تبقت لنا؟ نعم، الزمن. We remember the day. I remember the day when we first met. أتذكر اليوم الذي حيث أوكي
التقينا اليوم الذي التقينا فيه. إذن ما الذي جعلني أختار when؟ when؟ when الذي جعلني أختار when هي the day، والday يفيد الزمن. يمكن لي أن أغيرها، فمثلا I remember the hour، الساعة التي التقينا فيها. I remember the hour okay when we first met، or I remember the time when we first met. كل هذه كلمات يمكن أن تشير لنا يجب أن نستعمل when. هذا هي الحلول. انظروا وعيد. This is the video which I wanted to show you. Yesterday I saw the woman whose husband helped me with the luggage للملكية. I don't know why you were absent for school last Monday. تفيد reason يعني السبب السببية. Let me show you the house where I was born. نعم. تفيد where تفيد ماذا؟ المكان. I remember the day when we first met تفيد الزمن. هذا هو ملخص درسنا اليوم، وشكرا لكم على المشاهدة، وأتمنى أن يكون الدرس بسيطا. حظ سعيد في امتحاناتكم أعزائي، وتقبلوا مني هذا الفيديو، وإلى اللقاء في درس قادم إن شاء الله. Goodbye, take care, and don't forget to stay at home, and good luck in your exam.